¿Cómo lo tiene? Finding an algorithm to find the first 72 hours of the night examination. The doctor has told that with a lot of circle of light, we spend the focus of the light on the eye. طيب المفروض النورمال ريفلكس محتاج ايه؟ النورمال ريفلكس محتاج اللايت تو ترافل ثرو ان اوبستراكتد كلير كلرلس اوبيلا ستراكشرز. يعني انا محتاجه يبقى البيوبل مفتوحه ومحتاجه كلير كورنيا ابيسيومر لينز اند بنش. طيب هنكومنت على ايه؟ هنكومنت على الكلر، على السيمتري، على الهوموجينيستي. طب از ذا ريد ريفلكس اولويز ريد؟ لا هو مش دايما ريد، احنا بنتكلم على حسب الريسك بتاع العيان. يعني لو الوايلد تايب يبقى هنلاقي هو از كومبينيشن اوف ريد يلو اند اورنج. طب لو هو بلاك ريس ممكن نلاقيه وايت، بس لازم يبقى هوموجينس يلو اور ايفن بلو. هنبص على الفيديو كده سريع. طيب احنا بنشوف ايه؟ بنشوف كومبينيشن اوف يلو اند ريد اور اورنج، ولازم يبقوا سيمتريكال. سلايت ديفرنس بين تو ايز از اكسبتد، يعني هنا هنلاقي على الرايت سايد سلايت اورنج شويه على الليفت سايد، بس اورزو اتس سيمتريكال اند هوموجينس. طب النورمال ريفلكس هتشوف فيه ايه؟ ممكن نلاقي فيه ابسنت ريد ريفلكس او بلاك ريد ريفلكس زي ما الدكتوره وهي قالتلنا. طيب لو ابسنت ريد ريفلكس ان بوث ايز هنعمل ايه؟ المفروض ان احنا نعمل نجرب دي دايليتور ندي قطع فتح نفتح نعمل بيبولر دايليتيشن ونعيد الاكزامينشن خلال 20 دقيقة. طب لو خلال 20 دقيقة لسه ستيل ابسنت، لا احنا هنريفير العينة. طيب البلاك ريد ريفلكس لو لقيت بلاك سبوتس هيبقى ممكن يقول لي على ايه؟ يقول لي في كورنيا سكار، لان احنا قلنا احنا هنمشي لازم محتاجين كلير كورنيا، فاول حاجة الكورنيا ممكن يبقى فيها سكار. طب بعد كده اللينس، اللينس ممكن تبقى عندنا فيها كام؟ قول ثرو ذا باس واي. طب في الاي فلويدز ممكن يبقى فيه بلوك ان ذا اي اذا فما هيفينا اور فيتكس هيمرج، وده محتاج ارجنت انفيرا. طب لو لقينا ريد ريفلكس بتدي وايت اوباستي، دي طبعا ليها اسباب اهمهم الريتم المرسومه، ده محتاج ارجنت برضه ريفيرا. وفي اسباب ثانيه زي الانفكشن او كولوبوما الاذر مايكروميشن. هنا بنتكلم عن الريفرال فلاج سبوت، احنا هنا عندنا يمين في ريد ريفلكس از نورمال اذا كومبينيشن اوف يلو فوق واورنج تحت. الليفت سايد الليفت اي فيها بلاك سبوت، خلاص دي از كونجنتال كاتاركت. اولسو زي ما شايفين احنا ريد ريفلكس خلاص شايفين في اثنين سبوتس على البريفري دول برضه كونجنتال كاتاركت. هنا في بلاك سيركل ودي برضه كونجنتال كاتاركت اللي هي الاثنين. طب لما نلاقي في ناحيه الريد ريفلكس على الرايت سايد والناحيه الثانيه فيها وايت كوماستي، ايه الالف المصنوع هتيجي برود اذر وايز شود بي ريفيرد ايمرجنسي. طيب في حاجه ثانيه دي مش ريد ريفلكس، بس احنا ممكن نلاقي ان البريفري نفسه فيها انكمبليت، ده بيبقى بارشل ان ايريد. طب هيبقى شكله ايه بالريد ريفلكس؟ هيبقى شكله برضه انكمبليت او احتراق الايرس في البريفري. ثانك يو.